التخييم في الهواء الطلق ومآدب العشاء رفقة الأهل والأحبة هو ما توفره غابة رشقون للتسلية والترفيه ببني صاف بولاية عين تيمشنت. إطار النشاطات التي تقوم بها غابة تسلية لرشقون ارتئينا بتنظيم الطبعة الثانية للتظاهرة الوطنية للتجوال والتخييم، أزيد من 150 روندونير من 11 ولاية في هذا البرنامج راه غني خرجة وفرجة ومتعة للزوار، ومنها تاني تعارف بين الزوار، كاين لي اختلاف ثقافات. وافدون من جميع ولايات الوطن يجدون ضالتهم في غابة رشقون الساحلية. منضم في نادي التجوال لولاية المدية، عجبونا هنا المناظر تاع المناظر السياحية، لابلاج، لو سيركوي دو روندوني اللي درناه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك، ما شاء الله، ناس طيبين حلوين، ما تأمنيش راسك تاع بصح كاع، ما كان عائلي 100% يبحروا يجي رياح، وفين روحنا للجزيرة فاني قبيلة فاني ما شاء الله تاع بصح كاع. معكم مجموعة دقلت، حنا ناشطين على الانستغرام. اليوم كان لينا شرف دعاونا في هذا ليفينمون تاع التجوال والتخييم، شو تلمينا كاع، وكان الجو فري شباب وعائلي وحاجة منظمة ما شاء الله. راطيتو لكل ما جيتوش، يا لهوا فيك وين نلعبوا فيها وين نطرحوا، فرحان. ذكريات المتعة والسمر بغابة رشقون هو ما يحتفظ به كل من زارها.